بسم الله. هو الام في سي هتعمل ايه؟ هتاخد ده تحطه في فولدر ده بسيطة. بس مش قصه. تمام؟ في مشكله في اللي انا عملته ده؟ طيب تعالى نعمل بس ايه؟ الصفحه بتاعتنا اهي. تعالى نجيب منيو، عارفين المنيو؟ دروب داون اسمها ايه؟ كيرسور ولا اسمها ايه؟ اللي هي كيرسور اللي هي البوتستراب. فين الكيرسور؟ المنيو بتاعت الناف بار ده. الناف بار بتاعت عايز مين الناف بار الجاهز ده؟ الـ كومبوننت اساسا. الناف بار اهو. ده الحركه لسه واقف عليه. ايوه ده الناف بار بتاعنا صح؟ طيب تعالى كده لما يجي يسالك الشباب ويقول لك انت شغال بوت ستراب 3 ولا 4؟ هو 3 هو 4. فانت لما تشتغل، عشان في حد كان طالبينه يجيبوا يسالوه في الانترفيو انت شغال بوت ستراب 3 ولا 4؟ فقال لهم ايه 3. طبعا احنا عايزين واحد 4. هو الثاني غبي والثاني اغبى منه يعني. تمام؟ طيب هو الثاني بيشتغل عادي. الثاني بيشتغل برضه. تمام؟ فادي ايه؟ ادي الناف بار اللي عندنا. تمام؟ الفريش طبعا الفريش دي بتعمل ريكوست للسيرفر. تمام؟ ادي النمبر بتاعنا. طبعا ده مش هتشتغل. ليه مش هتشتغل؟ الجكويري والجافا سكريبت. تمام؟ طيب في واحده كنا مشغلين فيها الكلام ده كله؟ لا مفيش. من زمان ما عملناش الكلام ده. من زمان سيبناه الكلام ده. طيب كان فين؟ هنا في كاليكتشر على ما اعتقد 19 بتاع الساعات 18 اللي انت بص حافظه. فين البوت ستراب اهو والجيكويري هم دول الملفين ايه الناقصين بالنسبه لينا. فكليك يمين فيل اكسبلورر ادي جافا سكريبت. ايه ده هو كان موجود؟ تعال نربط البوت ستراب ونربط مين؟ الجيكويري. مين يتربط الاول؟ بوت ستراب ولا الجيكويري؟ بوت ستراب ولا جيكويري؟ جيكويري. لا ستراب الاول ستراب. بوت ستراب اكيد ماشي ماشي شويه تحف. احنا قلنا جيكويري ده كل حاجه الناس بتحتاجها. اي لايبرري بتنزل بوت ستراب هو عايز الجيكويري. اقول له جي اس سلاش جيكويري. بعد كده مين؟ بوت ستراب. اي حاجه بعد جيكويري. اي حاجه بعد مين؟ جيكويري. جي اس اللي هو اخر حاجه تحت قبل يا ابني. اول حاجه الجكويري اول حاجه بوت ستراب معتمد عليه. بوت ستراب معتمد عليه. هو جاب الخلاصه. انا بتكلم الاول اللي هو من تحت. انا دماغي اقسم بالله انت عارف دماغي فيها حاجات غريبه. هو دماغي الموس. ليه بقول الاول اللي هو الاول حاجه. طب اللي انت فاهمه صح. اللي انت فاهمه صح. احنا كنا فاهمين غلط. انا البوت ستراب بتاعنا عايزين نغير بس اللون بتاعه بدل كده. هخليه مين؟ انفيرس. اعمل مين؟ ده فرضا المنيو بتاعتنا. طبعا العمليات الاساسيه المين فانكشن اللي هي الانسيرت ابديت الديليت اللي هم دول من غير السلكت دايما الادمن اللي بيعمله. فالادمن اللي بيعملهم بنجيب احنا بانل جاهزه بالنسبه له. فما نجيبش البانل دي. تمام؟ انا فرضا ده فرضا ده البانل عند اليوزر. اللي عند الادمن بنجيبها ازاي؟ اكتب بانل ادمن تمبلت. ادمن بانل بتاع البانل بتاع الادمن دايما ما بيبقاش فيها ستايل كتير ولا انيميشن الكلام ده كله. بيبقى شكل زي كده فيها احصائيات فيها مش عارف ايه فيها الديزاين ده. عايز ترسم انت الديزاين ده بايدك مفيش مشكله. دايما البانل بتبقى بالشكل اللي هو المعمول ده. تمام؟ عايز تعمل بانل انت بايديك بالديزاين اللي احنا اتعودنا عليه واللي احنا خدناه في السي اس اس والبوتستراب اشتغل. تمام؟ يبقى دايما هم على جنب كده الان ولا اضافه ولا تعديل والاحصائيات والتقارير ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده دايما ما بتلاقيش في ستايل بالشكل في الاحصائيات والحاجات بس ايه او الشكل ده. دايما كل البانل هتلاقيها بالشكل اللي انت شايفه. جاهزه للادمن. بالنسبه للادمن انت عايز تعمل اضافه. دا
ده ديزاين، ديزاين بس هتنزله وتشتغل عليه، او تشتغل بالبوت ستراب زي ما احنا شغالين مفيش مشكله. انا بقول لك على خاص بالادمن، يعني الادمن ده دايما بيبقى حياتي. طب ما دلوقتي بيشتغل الاثنين ديزاين والفوتوشوب، يعني شغال الاثنين يعمل ده الاول بعد كده يعمل ديزاين. لا انا بقول لك احنا بدل ما نتعب نفسنا عايزين منيو زي دي كده، فانا هجيب الديزاين دي دلوقتي ننزله دلوقتي داونلوده خلاص، يعني هندون دي دلوقتي ونشتغل عليه. تمام فاهمني؟ ازاي انزلها؟ داونلود ده مش هتنزل نزل. تمام. المهم الديزاين لما يكون انا يبقى لسه ماشي تنزل زي ما تنزل. افترضنا دي ده بتاع اليوزر، اليوزر هيبدا مثلا ان هو بيعمل لوجن او بيعمل لسه او بيشوف منتجات او كذا، بس هو اليوزر عامه ما بيضيفش محافظه، ما بيضيفش محافظه، فالمفروض الكلام ده يبقى عند الادمن، الاضافه والتعديل والحذف يبقى عند الادمن. اليوزر بس بيسرش بيبحث بالكلام ده صح؟ طيب احنا ما خدناش غير الانسيرت صح؟ طيب المنيو دي لو انا عملت صفحه ثانيه مش هتبقى المنيو موجوده؟ فكنت الطبيعي تعمل ايه؟ بتاخد الكلام ده كده زي ما هو وتروح تحطه في نفس الصفحه ونفس الكلام كده. تعال نكريت صفحه ثانيه مثلا هتعرض كل البروفيلز، ادي الصفحه الثانيه اهي اسمها مثلا اول بروفيلز دوت مي بيتشي. لو انا عايز اكتب الحاجه بتاعتي اقول له HTML5 واربط مين البوت ستراب، اربط مين ملفات البوت ستراب اللي انت لسه اربطهم حالا من دلوقتي من شويه اهو، مربطهم هنا كده اللي هم دول الثلاثه دول. عايز الناب بار طبعا متكرر في كل الصفحات، فهتبقى تاخد مين الناب بار ده وتحطه فين؟ بنفس الاسلوب. فين الناب بار؟ كنترول سي وديه هنا في البادي وتقول له مين؟ الناب بار صح كده؟ وهيبقى في الناب بار ربط للصفحات، يعني مثلا على سبيل المثال هيبقى دي الصفحه الاولانيه، فين الصفحه دي لينك؟ هيفتح مين؟ هيفتح البروفيلز احنا مسمينها اول بروفيلز، مسمين الصفحة التانية اسمها مين؟ اول بروفيلز كنترول A كنترول C واجي اقول له ايه؟ اول بروفيلز. واللينك التاني ده هيفتح مثلا صفحة الصفحة الرئيسية اللي هي الاندكس مثلا، الاندكس مين؟ بي اتش بي، وهتبقى الصفحة اللي اسمها الهوم ودي ايه؟ اول طب برو. تمام كده؟ طيب تعالى نجرب كده ريفريش، دوس هنا كده اول بروفيلز فتح لي الصفحه الثانيه دي، دوس على الهوم. فين الهوم؟ كنا مسمينه بعد الهوم ولا ما سميناهاش؟ المفروض اساسا اللينكات دي ما تبقى موجوده هناك برضو، انا كده في صفحه مكتوب الدنيا مظبوطه، فالناب بار المفروض اروح اغير في الصفحه الثانيه واخلي دي بقى برضو اول بروفيلز، اول بروفيلز ومين؟ وهوم. الموضوع هنا صعب ولا مش صعب؟ صح صعب جدا، انت تيجي تغير هنا تغير هنا وتغير هنا وتغير هنا صح؟ فقال لك لا احنا رايح الدنيا، انت مش عندك حاجه في بيتش بيس مانكلود صح؟ ايه رايك؟ هو مين الثابت عندي؟ الثابت في الصفحه دي من اول هنا لفوق صح؟ ولو عندي فوتر هيبقى ثابت في برضه في كل الصفحات. على سبيل المثال تعالى نعمل فوتر بس بسيط خالص هنا كده تحت، تعالى نجيب فوتر جاهز. ادي الفوتر الجاهز عندنا، ممكن نجيب فوتر جاهز فين؟ اي فوتر هنا كده هنجيب مثلا الفوتر بتاعنا مش هتلاقي هنا فوتر اساسا، هتلاقي السي اس اس مش فوتر، بس احنا ممكن ناخد حاجه كده فوتر اللي هي الشكل اللي كان ما موجود مش طب فين الصفحة اللي كنت فيها عشان انا لمحت واحد صحيح؟ فين البانل؟ في حاجة اسمها بانل في البوتستراب، في حاجة اسمها بانل. طيب احنا نكتب كده فوتر سي اس اس كود بن كود بن، الفوتر جاهز اهو. قول لي ده في السي اس اس ده في جافا سكريبت ده
ده الفطر الجاهز بالنسبة لك. اعمل لك الفطر الشكل ده. تمام؟ طيب. كنترول A، كنترول C. لوجين اقول له ايه؟ كنترول V. عايز السيستس بتاعه. اقول له ايه؟ كنترول A. كنترول C. فين السيستس؟ تعال ملف مين؟ فايل اسمه مين؟ ستايل. طبعا لازم الملف اللي تحت يبقى فيه جو مين؟ سيسس. فانا اقول له مين؟ فوتر دوت سيسس. طب هو اصلا مسميه ايه؟ مش لازم الاسم، هو مش رابط يعني. تمام؟ ادي ايه؟ نربط بين مين؟ بين السيسس ومين؟ اللينك. فانا اجي اقول له مين؟ اللينك. لينك فين؟ سيسس. تعالى نقول له مين؟ لينك. لينك اكتر حاجه تحت سيس اس سلاش مين بقى؟ تعال نشوف الشكل. ما جاش خالص. لو غير في السيس اس بتاعه مهما يكون الفطر اللي عندنا مثلا. تعال كده في ده الفطر بتاعي. احنا مش عندنا اللي هو الفرق ده اللي هو الفونت ايكون اللي هو موجوده في الواتساب. طب ممكن نحطه هنا، بس انا هكتب هنا كلمه فيس بس. ادي فيس اكتبهم بس كتاب. ادي كلمه تويتر، ادي كلمه ساوند كلاب، كلمه من كات بسيط، ادي كلمه كذا. مش عايز شكل حاجه ككلام بس مكتوب. بس مش عايز حتى سيستم سيليو تحت خالص. دلوقتي المفروض الصفحه بالمحتوى بتاعي كذا بينزل. فاحنا الفوتر دايما 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 الناف بار والفوتر، لو انا الصفحه بتاعتي قليله هتبقى كده. عايز انزلهم تحت، عايز انزل تحت. الحقيقه خدناها كده في السي اس اس فكده. عايز تبقى دايما تحت خالص بعد البوزيشن. البوزيشن فين الديف اللي انت عايزها دي؟ عايزها البوزيشن بتاعها كذا صح؟ فين هي؟ اللي هي دي كلها. فين هم دول؟ عايز اخليها بوزيشن. البوزيشن بتاعها يبقى ايه؟ فيكسد صح؟ فانا هديها بوزيشن ستايل. اروح لل HTML ستايل. خلي بالك في البوتستراب اساسا ستايل يساوي هديها ايه بقى؟ البوزيشن. يا ترى هديها بوزيشن ايه؟ مش هتعمل كده كومبليت ليه؟ سطبوا كتير. ستايل ستايل مكتوب غلط. طيب اكتب مين؟ البوزيشن. البوزيشن هيبقى ايه؟ فيكسد طيب ولا هيبقى ابسوليوت ولا ايوه ولا ستاتيك ولا فيكسد؟ ليه فيكسد؟ عشان على طول موجود. هيبقى مين؟ فعلا فيكسد. وايه تاني؟ اقول له التوب ولا الباتوم؟ اقول له ابعد عن الباتوم. ابعد عن الباتوم؟ اه الباتوم مع ب 10. باتوم 10 بس او 20 بكسل. يعني دايما هيبقى فيه ثابت الفوتر تحت كده خلاص بالشكل اللي انا مش عامل شكل الفوتر دوت. تمام؟ طيب الشكل الثابت عندي في الصفحه مين؟ الهيدر ومين؟ الفوتر. والباقي المحتوى بيتكرر في كل ايه؟ الصفحه. طيب انت كنت في كل صفحه مضطر ان انت تكتب الكلام ده، كل صفحه تكتب الكلام ده. لا انا الاواني ان احنا مش هنكتب الكلام ده في كل صفحه. فين الكلام ده؟ مش ده؟ ده الفوتر صح؟ خده زي ما هو كده. كنترول اكس. بعد ما خدت كنترول اكس بتاع كل انا خدته اهو ده لحد النهايه. طب تعالى كده، تعالى نقسم الصفحه بتاعتنا لتقسيم. هو ما انا عارف. عندنا كام جزء؟ جزء 2 3. هو الجزء اللي متكرر في كل الصفحات مين؟ اللي فوق ده. ده خالص. وده وده متغير. متغير من كل صفحه لصفحه. فانا هاخد الصفحه ده دي واحطه في صفحه لوحدها اسميها هيدر، واخد ده في صفحه لوحدها اسميه
بوت ستراب وفي الستايلات بتاعته في كل حاجه بتاعتي. والفوتر هيبقى في الحاجه بتاعته اللي هو ده. في مشكله في كده؟ وكل صفحه هقول له انكلود فوتر انكلود مين؟ هيدر. انكلود هيدر وانكلود مين؟ فوتر. فهمت انا عايز اعمل ايه؟ طب خلي بالك انا باخد بالصفحه بكفلتها وكل حاجه تمام؟ في ناس تاني بتعمل ايه؟ في ناس بتعمل ايه؟ بيقول لك بص انا هريح نفسي صلاح سلام انا هاخد فتحه ال HTML لحد اللينكات بتاعه CSS وربط اللينكات وربط الجافا سكريبت وكله لحد قفله الهيد لحد قفله بتاع الهيد ده احطه في 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 صفحه بيسموها الملفات بتاعت مثلا فايل CSS الفايل CSS او الفايل الفايلات اللي عندي CSS ويعمل صفحه بيسميها منيو بيسميها مين؟ منيو لوحدها هي بس فيها مين؟ المنيو بيسميها ناف النافبار بيسميها النافبار وبيعمل صفحة ده اسمها مين؟ فوتر يقسم الحاجة بتاعته لثلاث أجزاء واحدة بس فيها المنيو واحدة فيها الملفات لوحدها وفيها واحدة فيها مين؟ الفوتر براحتك خالص. طب ده مش هيأثر على الشغل بتاع الديزاين يعني لو لا شغال بجنب بس وانا عملت الشغل ده وقسمته بالطريقة هو انا عملت ايه؟ انا ما خدتش حاجة انا ما خدتش اي حاجة انا بس خدت الصفحات اللي فوق دي بس فصلتهم ما أثرش على اي حاجة مش الناب بار المفروض هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا ما يقصر في ايه ما عملتش اي حاجه ده هو الديزاين اللي بيعمل كده اروح اخد مين تعال نجيبها من فوق خالص هو مين اللي متكرر اللي متكرر عندي مين من اول هنا كده لحد فين في ناس بتيجي لك ايه بص لحد الهيد كده وافصلهم لوحدهم او لحد فتحه البادي ويقول لك خلي الناب بار لوحده انا مش هعمل كده انا هاخد لحد جافه مين الناب بار مش هي متكرر في كل صفحه كنترول اكس لما عملت كنترول اكس كده تعال كريت صفحه اسميها الصفحه بتاعت اسمها ايه هيدر تعالى بره خالص اقول الصفحه بتاعت اسمها مين هيدر دوت مين بيتش اول ما اعمل كده اقول له كنترول في في مشكله كده لو انت عملت صفحه الدوت رام ريفريش في شيء مش فوتر خالص وده ما خدش الكلاسات بتاعته صح فمجرد ما تيجي في الصفحه هيفين الصفحه بتاعتي اسمها اندكس صح تعالى هنا جوه اقول له ايه بي اتش بي طبعا في بي اتش بي بي اتش بي ماشي جوه هنا كده اقول له ايه بس نحاول انكلود مين هو هتبقى الفوتر خالص فوق خالص المفروض تبقى الهيدر الهيدر فوق خالص فاقول له مين انكلود مين بي اتش بي صح فاخد نفس الصفحه دي واقول له مين انكلود بس المره دي مين هيدر دي بي اتش بي تعالى كده اعمل ريفريش ايه اللي حصل في حاجه غير اكنك خدت كات وحطيته منه طيب صفحه الفوتر بقى الفوتر المفروض عايز اقسمه فين الاندكس اهو مش ده الفوتر من اول هنا لحد هنا متكرر عندي صح ده الفوتر كنترول اكس كنترول اس لو عملت ريفريش هيختفي بس تعالى كده كاريت صفحه كده سميها مين فوتر دوت مين اتش بي حط فيها مين الفوتر وفي الحاله دي هتيجي تقول له ايه في الاندكس هنا تقول له تحت خالص كده تقول له مين بي اتش بي وقفت البين بي اتش بي اقول له مين انكلود الفوتر دوت مين في الحاله دي هل انت حسيت بفرق مفيش اي حاجه تعالى بقى انت كاري صفحه جديده اي صفحه كده بره خالص قول له مثلا تيست او مثلا السيتي اللي هتضيف السيتي دوت مين بي اتش بي الصفحه دي فيها اي حاجه تعالى كده افتح لها كده وقول له مين بي اتش بي جافه البي اتش بي انكلود مين انكلود مين هيدر دوت بي اتش بي وخد سيمكولن وخد ده زي ما هو كده وقول له ايه تحت كده خالص انكلود مين فوتر دوت بي اتش بي ادي الصفحه اسمها سيتي صح وادي الكونتنت بتاعتنا الله اعلم هيبقى ايه بقى اللي هو اللي احنا لسه ما كتبناهوش المحتوى اللي هيبقى ايه بالظبط تعالى نفتح الصفحه دي طبعا هيبقى لها لينك اساسا في المنيو هيبقى لينك اساسا نفتحها من هنا تمام هيبقى لينك طب ما لهاش لينك تعالى بقى بص لما تيجي تعدل كنت هتمشي على كل الصفحات وتعدل دلوقتي انا عايز احط لها لينك هروح بس بالهيدر كده اقول بص انت هيبقى لك لينك هنا هيتحط في كل الصفحات طيب هي فين اللينك بتاعنا؟ ادي ده اكتف مثلا هيبقى البريفنس وادي اندكس
عايز لينك ليها هنا يبقى في الاكشن مثلا، يبقى في الدروب داون، في خليها في الدروب داون، هيبقى اسمها سيتي دوت مين بيتش اي، وادي الجا هي اسمها ها في كله. تعالى كده كنترول في في الاكشن مكان السيتي، اعمل ريفريش، تعالى على مين على كلمه سيتي، اضغط راح للسيتي، حتى السيتي نفسها بقى فيها مين الفوتر، تروح له عايز تروح للبروفنس، تروح للبروفنس هتلاقي فعلا دي البروفنس ايه ده انا كاتب الكود فيها. بص دي لما انا كنت كاتب بايديا رحت للبروفنس اللي هي الاول بروفنس دي اللي انا كنت عليها، تعالى كده ما فيهاش فوتر وما فيهاش هيدر، بص ده اللي كاتبه من بداية. فانت عشان تعدل كنت هتضطر تعمل ايه؟ تعدل في الكود. اقول لا انا مش عايز ده، اقفل ده، بس امسح الكلام اللي انا كاتبه ده في البروفنس ده، انا ما عنديش الكلام ده، انا عندي كنترول ايه كنترول سي اول بروفنس كنترول في، وادي صفحه مين. شفت السهوله؟ بيسهل عليك في كل حاجه. تعالى كده اعمل ريفريش، جت بكل حاجه، ادي البروفنس، وروح للسيتي ادي السيتي، روح للهوم ادي الهوم. خلاص يبقى انت عندك المنيو ده مره واحده بس هتعمله، تاخده وتحطه في صفحه مهما تكون، ما سميها هيدر سميها ليه اسم السميه، انا سميتها هيدر على اختصار عشان جاي من الاسم مثلا هيدر، وصفحه ثانيه للفوتر حطيت فيه والكونتنت بس اللي اتغير، وبتاخد قط من كل صفحه، وعندك الكونكشن كمان اللي هو الربط بينك وبين بين الداتابيز. يا سلام، ده انا افتكرت فكره، بدل ما اجي في كل صفحه اعمل الكلود الكونكشن، انا مثلا داخل الصفحه دي، الصفحه دي هتتكلم مع مثلا الداتابيز، فانت لازم تعمل ايه؟ الكلود كونكشن، والصفحه اللي هي الاندكس هتتكلم مع مين؟ مع الداتابيز. احطها في النقل. لو انا خدتها كده مش الهيدر متكرر في كل الصفحات، فتروح للهيدر قول له يا هيدر هنا كده انت عندك اول حاجه عندك بي اتش بي، واعمل ايه؟ انكلود لمين؟ للكونفج. ايه اللي حصل؟ كل الصفحات بقت فيها ايه؟ الكونكشن اللي عندك. ليه؟ لان انت عندك اساسا دلوقتي ايه؟ الكونكشن بقى في مين؟ في الهيدر، وكلهم بيحملوا مين؟ الهيدر. يبقى انت اي حاجه عايز تحملها في كل الصفحات حطها في مين؟ في الهيدر. وانا مش بقول لازم الهيدر، ممكن يبقى انت عندك حاجه ثلاث اربع حاجات عايزهم يتحملوا مره واحده، تروح تعمل ملف صغير كده سميه مثلا انشاليزيشن. انشاليزيشن يعني الحاجه اللي هتبدا ايه تتعمل لها انشاليز مثلا، تمام؟ وممكن كمان هاجي اعمل ملف كده اسميه انش مثلا او انشاليزيشن، اعمل فيه انكلود للهيدر، انكلود الكونفجريشن، انكلود كذا، انكلود كذا، انكلود اللي انا عايز اعمله، وفي كل في صفحه واحده وخلاص. بدل ما اعمل انكلود لكل لاربع خمس صفحات، هي ايه؟ صفحه واحده هي اللي بتعمل انكلود وهي بجيبها عندي. في مشكله في اللي عملته ده؟ تعالى كده هتشتغل مش هتشتغل دي؟ هتشتغل. يا عم ما انا مش حاطط كونكشن هنا، فين اللي هي الاندكس اللي احنا شغالين فيها؟ ما انا مسحت الانكلود الكونفجريشن، اقول لك ما هي موجوده في مين؟ في الهيدر، وانت حملت الهيدر. تعالى احفظ كده 555 سيف، تم مين؟ الحفظ بالستايل بكل حاجه، على الرغم ان انت اساسا اللي كاتبه اساسا في الصفحه هم بس بالكود بيتش. يا سلام لو الكلام ده اتحول بقى لام في سي. ده هو نفس الكلام ده بس الفوتر بتاع ال HTML مثلا في 3 4 حاجات HTML، الفوتر والهيدر ما هو هتبقى فيوهات، فيو تبقى فيو فيو هيدر وفوتر وكذا، تمام؟ وقعد اربطهم ببعض واربط هنا واربط هنا واربط هنا شغلنا صوره هيبقى بالشكل ده. تعال نحول الشكل ده للام في سي. تعال نحول لايه؟ للام في سي. كليك يمين الفي اكسبلورر، عايزين نعمل ام في سي، بنعمل ايه؟ كليك يمين نيو فولدر، ولا ازود حاجه، ازود معاه مودك كنترولر كنترولر فولدر اسمه مين؟ كنترولر نيو فولدر فيو فولدر تاني اللي هو مين؟ المود. احط فيه اللي هو تمام، ويبقى عندك الايمج والسي اس اس والكلام ده كده، فولدر تاني اسمه مين؟ ايمجز. طيب ماشي، خلينا في الكنترولر والفيو والمودل. تعالى كده من وجهه نظرك انت كده، هو مين الفيو ومين الكنترولر؟ هنا كده اقفل ده كله بقى، احنا خلينا في الاندكس بس. ببدا بمين؟ بالكنترولر. هو فين الكنترولر اللي هيفتح الصفحه بتاعت الاندكس؟ اكيد في صفحه اسمها مين؟ اندكس. اكيد في صفحه اسمها مين؟ اندكس بي اتش بي. دي بتفتح مين؟ تفتح الديزاين بتاع مين؟
بتاع صفحة الاندكس، فقلت له مين ادي بي اتش بي واقفل مين البي اتش بي. الديزاين بتاع الاندكس فين؟ اللي انا رسمه صح، اللي هو رسمه اللي هو الاندكس ده المفروض يبقى في الفيو صح. يبقى الصفحه دي فين؟ في الفيو صح. ادي الفيو بتاعتي، عايز افتحها اقول له مين انكلود دوت دوت عشان اطلع من جوه مين الكنترول سلاش فيو فيو سلاش اندكس دوت بي اتش. في مشكله في كده؟ تمام. تعال روح لصفحه الاندكس دي، فيها كود بي اتش بي على كود ديزاين اللي هو الفيو اتش تي ام ال. هل احنا كنا نعمل كده في الام في سي ولا بنفصل البي اتش بي لوحده والديزاين لوحده؟ من وجهه نظرك انت، هو مين الفيو ومين البروسيس مين الكنترول عندي؟ اكيد ده اتش تي ام ال. واحد يقول لي طب ما في حبايه بي اتش بي، هقول لك ده للطباعه فقط. ما هو كده كده الفيو اللي هو ايه؟ شويه اتش تي ام ال وجواهم ايه؟ حبه مين؟ بي اتش بي صح؟ اللي هو للطباعه بس. طب من وجهه نظرك هو مين الكنترول هنا؟ البروسيس اللي بيحصل مش ده؟ يبقى ده يتاخد ويتحط فين؟ في الكنترول. كنترول اكس كنترول اس، بروح للكنترولر اقول له كنترول مين؟ في. في حاجه هنا؟ في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه؟ مفيش. الكنترول بقى فيه كود مين؟ البي اتش بي، هو بس مفترض عليه، مفترض على الجافه دي. انا قافل البي اتش بي مرتين. طيب. عمل انكلود فيو اندكس دوت مين؟ بي اتش بي. في مشكله في كده؟ تمام؟ طيب. انكلود هيدر، هي الهيدر ما بقتش هنا، صح؟ الهيدر ما بقتش هنا، الهيدر بقت فين؟ الهيدر موجودة فين؟ الهيدر موجودة بره خالص. المفروض الهيدر والفوتر اللي موجودين فين؟ في الفيو. هم تعال نشوفهم كده. الهيدر ده اتش تي ام ال ولا بي اتش بي؟ اتش تي ام ال. يبقى اتحط في الكنترولر ولا في الفيو؟ في الفيو. رحت خدت كده في الفوتر ورحت حطيته في مين؟ في الفيو. الهيدر اتش تي ام ال ولا بي اتش بي؟ اتش تي ام ال. يتحط في الهيدر ولا في الفوتر؟ في الفيو ولا الكنترولر؟ ادي الفيو. هو احنا عايزين نفتح الهيدر لوحده؟ عايزين نفتح الفوتر لوحده؟ عايزين في صفحه تفتحها؟ لا مش عايزها. ده انا ده جزء من الصفحه، عايز احط في صفحه وخلاص، الزام الصفحه وخلاص. طب صفحه الاندكس انا عايز افتحها؟ فلذلك عملت لها صفحه كنترولر تفتحها. فاهم قصدي؟ اصل واحد يقول لي الهيدر دي المفروض يبقى لها صفحه تفتحها، هو انا عايز افتح الهيدر؟ لا. هو انا عايز افتح الفوتر؟ فاهم معايا؟ طيب. مين اللي بيبالج الدنيا؟ الفيو ولا الكنترولر؟ طيب يعني صفحة الاندكس في الفيو دي اللي في الفيو دي هي اللي بتمنج الدنيا؟ ما بتمنجش. يعني هي اللي ما يبقى فيها الكلود فوتر؟ لا. لا ما هي ما تعملش مانج خالص، ما بتعملش بروسس. امال مين اللي بيعمل بروسس؟ يبقى الكلام ده غلط. في حاجة هنا تانية؟ لا، اقول له خلاص الفيو الكنترولر ده هو عايز يعمل الكلود للهيدر، بس الهيدر مش هنا، ده الهيدر موجود فين؟ في الفيو. الهيدر موجود في الفيو اهو. انا عايز اقول له ايه؟ انكلود اطلع بره الفيو، اطلع بره دوت دوت سلاش مين؟ فيو فيو سلاش هيدر. طيب انا عملت الهيدر، المفروض في مين تحت؟ الفوتر. نفس الكلام اقوله مين؟ تعبت انت؟ خد حاجه منك اليوم سي؟ وكمان انت اساسا لو بتكريت الكلام ده من الاول بتبدا من الكنترولر، من الصفحه، تعمل الديزاين، عارف ان انت هتبدا منين؟ انت لما تيجي تفتح صفحه جديده، يعني مثلا نيجي نعمل مثلا صفحه جديده، هتقول له كليك يمين، ادي الصفحه بتاعتي مثلا اللي هتضيف مثلا ستوديو بس ستوديو الفوتر ماشي الفوتر دبل او. طيب لما تيجي تبدا تعمل صفحه جديده بقى وانت عامل فيو كنترول وموديل، ايه اللي هيحصل؟ كالتالي بقى تبدا من الكنترولر وتشتغل شغلك العادي. بس تعال نجرب الشغل ده اشوف اشتغل ولا لا. كده مش موجود. انا عشان افتح الكلام ده اروح اكلم مع مين؟ اتكلم مع مين؟ فانا اقول له مين؟ كنترولر سلاش اندكس دوت مين؟ اتش انكلود كونفج. مش عاملين كونفج. الكونفج فين هو؟ محطوط في الهيدر.
احنا جايبين الفيو من مين؟ مش بيعمل مانج لمين؟ لاي حاجه. وانت جاي هنا وتقول له انكلود مين؟ الكونفج، صح؟ فالمفروض الكونفج دي تعالى نشوفها في الاول كده، هي هتبقى اساسا مش موجوده هنا، اساسا مش هتبقى في 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 الفيو، هتبقى فين؟ في الكنترولر، صح؟ في الكنترولر ده تعالى اعمل له كده انكلود لمين؟ للكونفج نفسه. بس هل الكونفج عندي هنا؟ هل الكونفج موجود هنا؟ الكونفج فين؟ اللي انا عامله؟ محطوط بره خالص. المفروض يبقى فين؟ مين يبقى جوه مين؟ لا احنا ما نحطش جوه الموديل. لانه بينه وبين مين؟ بينه وبين الداتابيز، صح؟ اللي هو الكونكشن بينه وبين الداتابيز، صح؟ صح كده؟ طيب. انا عايز انكلود الكونفج هيبقى فين؟ دوت دوت سلاش موديل سلاش نحل الايرور وبعد كده نقوله تاني كمان. ايه ده بقى؟ الديزاين. الديزاين بتاعي ليه؟ انت 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 حاطط الكلام ده فعلا بس احنا لقيناه في فولدر. تعالى كده ارجع للهيدر. ارجع لمين؟ الهيدر. هو السي اس اس فين؟ بره. واحنا فين؟ في الفيو، صح؟ الفيو بتاعنا كده. تعالى ارجع كده الفيو. ادي الهيدر. في ادي الهيدر. انت بتقول له ايه؟ ادخل جوه السي اس اس. لا ده انا جوه الفيو، مش المفروض اطلع بره الفيو في الاول؟ فاقول له دوت دوت سلاش كده هيلاقي مين؟ سي اس اس ده دوت دوت سلاش والجافا سكريبت دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش. خلي بالك هو لما يطلع بره مش بيطلع من بره الفيو، بيطلع من بره الكنترولر. ليه؟ عشان ده هو بيتفتح اساسا فين؟ هو لما يتفتح هيتفتح فين؟ فانا بقول له دوت دوت سواء هو في الفيو في الكنترولر كده كده يطلع بيه بره. اعمل كنترول اس، اعمل ريفريش، الدنيا اشتغلت زي ما هي ولا. طبعا انت لما بتبني الدنيا من الاول ام في سي انت مش محتاج ان انت تقول طب انا هرجع ده انا نسيت الدوت دوت ده انا نسيت كذا كذا، صح؟ تمام. في حد متلخبط في اللي انا عملته ده؟ ام في سي لما احنا شرحناها كانت بنفس السيمبل ونفس الاسلوب، صح؟ لكن انا لو جيت شرحتها دلوقتي غير لما احنا كنا شرحناها قبل كده كنت هتتلخبط خالص. طيب تعالى نعمل كده سيف لوكسر سيف. لم يتم الحفظ، كل حاجه شغاله زي اليوزر. حس بحاجه؟ اليوزر مش هيحس بحاجه خالص. اليوزر مش هيحس بفرق خالص. مين اللي هيحس بسهوله الكود او بصعوبته وكذا؟ الديفلوبر اللي بينظم كده. لما تيجي تشتغل والله انا عندي كده الكود ده كله مين؟ بي اتش بي. روح الفيو كله اتش ايه؟ اتش تي ام ال. بغض النظر عن المسافات اللي احنا سايبينها، ادي الكود الاتش تي ام ال البسيط خالص. الديزاينر يلعب بيه براحته. ادي عامل لك الديزاين، ادي الديزاين اهو، ده الاتش تي ام ال اللي عندي. تمام؟ ده الاتش تي ام ال اللي عندي. ده الكود مين؟ البي اتش بي. طيب كود البي اتش بي ده هنبدا نطوره شويه، هناخد منه شويه حاجات كده بيتكلم مع داتا بيس. يعني ده كله هيبقى موديل بس مش موضوع دلوقتي. ده كله هيبقى موديل، كل الكلام اللي مع الداتا بيس ده هيبقى موديل وهيتعامل معاه انه ايه؟ موديل. الكلام ده كله موديل. طلع سلم الفانكشن فيها حاجه اسمها ريتيرن. حاجه اسمها مين؟ ريتيرن. يعني ايه ريتيرن؟ بترجع لي حاجه، صح؟ احنا محتاجين من ده كله ايه؟ محتاجين من ده كله؟ محتاجين ان احنا نقول له دي احترض ليه؟ احنا محتاجين بس ايه؟ الرساله اللي طالعه دي هو تم الحفظ ولا ما يتم ايه؟ الحفظ عشان اديها له مين؟ للفيو، صح؟ صح كده؟ ايه رايك لو خدنا ده الكود ده كله وحطيناه في فانكشن؟ هو محترض على ايه؟ ماشي اللي هو كان في هنا. احنا ايه رايك لو خدنا الكلام ده كله فانكشن؟ الكلام ده كله فانكشن ازاي؟ فانكشن اكتب كلمه مين؟ تعالى ناخد ده كات كده، ناخد ده كات. مش ده كود مكتوب؟ صح؟ ده كود مكتوب. كنترول اكس. كنترول مين؟ اكس. عايز اقول له مين؟ فانكشن. انا هحط الكلام ده كله في مين؟ فانكشن. اقول له الفانكشن دي بتعمل ايه؟ سيف بروفيتس. في اي مشكله كده؟ حد زعل من اللي عملته ده؟ لو نفذت الحاجه كده هتشتغل ولا الفانكشن دي ما سددهاش؟ تعالى كده ولا كانك كتبت حاجه ولا تشتغل اي حاجه ولا كانك كتبت كود. بيقول لك اندفايند فاليو اسمه مسج. مفيش فاليو اسمه مسج اللي هو المسج ده. تعالى كده اللي هو ده المفروض يبقى فوق خالص.
ما علينا مش مشكلتنا دي خالص، بس تعالى كده اعمل ريفريش. اعمل كده كنترول اس سيف. في حاجه حصلت؟ لان انت ما استدعتش مين؟ احنا عايزين نستدعى الفانكشن. استدعي باسمها صح؟ استدعي ازاي باسمها؟ اقول له مين؟ بروفيس صح؟ اسم الفانكشن اسمها سيف. سيف بروفيس. كده تشتغل ولا لا؟ تشتغل. ولكنك عملت حاجه. طب انت عملت ليه كده؟ اقول لك ليه. انا عملت كده مش عشان احطهم في نفس الصفحه، ما هو في نفس الصفحه طب ما خلاص اسيبهم مش لازم فانكشن. عملت كده علشان الفانكشن دي كلها تتنقل زي ما هي وتتنقل للموديل. تروح لمين؟ للموديل. كده الدنيا شغاله مش شغاله. طيب هتشتغل في حاجه قلنا عليها اللي هي لما تكون عندك فانكشن، لما يكون عندك فانكشن جوه وعايز تخليها ترجع قيمه، فانت بتيجي تحت تقول له ايه؟ ريتيرن صح؟ يعني الفانكشن دي المفروض تحت كده انا عايزها تعمل ريتيرن. ريتيرن لمين؟ فين قفله الفانكشن؟ ادي فتحه الفانكشن اهي وادي قفلتها اهي. عايز اقول له ريتيرن. اقول له ريتيرن لمين؟ اللي هو الفاريبل اسمه مين؟ مسج. صح كده؟ في الحاله دي اقدر اقول ايه؟ ان المسج دي كده بتساوي مين؟ صح كده. مش كده مش بساوي فانكشن بفاريبل، انا بقول له الريتيرن بتاع الفانكشن اللي هو مين؟ المسج. صح؟ مش ده اللي اتفقنا عليه قبل كده؟ شفت الدنيا مترابطه ببعض ازاي؟ طيب الحياه الصغيره اللي كنا بنقول عليها دي بنستخدمها اهو نستخدمها. تمام. سيف مسج الريتيرن بتاعها هيتحط في مين؟ في المسج. وانا في الفيو فاليو يطبع مين؟ المسج. تعال نشتغل كده. في اي حاجه حصلت اعمل ريفرش. ما فرقش في حاجه. ده الريتيرن فاليبل مين اسمه مين؟ مسج. في حاجه قلنا عليها يمكن او ما قلتش عليها، ممكن ما قلتش عليها مش عارف او قلت ولا مش فاكر، بس تعالى نقول كده. لو انا عندي فاليبل بره الفانكشن وجيت استدعيه هنا وجيت اقول له لازم اعمل له السكوب بتاعه، لازم ادام فاريبل بره الفانكشن عايز استخدمه، عايز استخدمه. فالفاريبل ده نفسه اللي هو انا بقول له ريتيرن ده لازم تعمل له ان هو جلوبال، تكتب جنبه كلمه مين؟ جلوبال. جلوبال ومتشاف في كل حته بس جوه الفانكشن، بس تكتب له ان هو جلوبال. قلنا الحته دي ولا ما قلناش؟ طيب فنيجي هنا جوه الفانكشن واقول له ان المسج ده جلوبال كلمه مين؟ جلوبال ومين؟ مسج عشان ما يجيبش ايرور. وكنترول اس ريفرش. تعالى اقول له ايه؟ لوكسور اند فاريبل اسمه ايه؟ لاين 24. فين الكون ده؟ بيقول الكون مش معمول. كون ده اللينك. كون؟ كونكشن. ما هو عشان لازم نقول له جلوبال برضه. ما هو مش معنى هو ما هو مش بره؟ مش هو بره برضه؟ بره الفانكشن هو عملت لهم كل هنا، فهو مش شايفه جوه الفانكشن، فبعمل له كلمة مين؟ جلوبال مين؟ للكون. اعمل ريفريش. لما يتم مين حفظ. يبقى لما يكون في فاريبل عايز بره متعرف بره وعايز تستخدمه جوه الفانكشن، جوه الفانكشن تكتب له جلوبال كذا جلوبال كذا. وده واجهنا في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا معرف مسج فوق وعايز استخدمها جوه الفانكشن، فكنت لازم اكتب له كلمه مين؟ جلوبال. وحاجه ثانيه اللي هو الكونكشن. كنت الكونكشن ده انا جايبه مستدعيه، كنت جيت استخدمه جوه الفانكشن فهو مش عارفه، فكنت ايه؟ لازم اقول له جلوبال. طب لو انا عايز اتفادى دول، ففي الحاله دي كنت هتاخد الانكلود بتاعتهم دول ده هنا وتحط جوه الفانكشن. فانا ليه؟ هكتب كلمه جلوبال رايح دماغي صح ولا لا؟ عشان لما احتاجهم بعد كده. في مشكله في اللي انا عملته ده؟ طيب يبقى في حاجتين عشان ما نغش فيهم بعدين. لما تكون في فاريبل بره الفانكشن وعايز تستخدمه جوه الفانكشن، جوه الفانكشن هيتشاف بس تكتب كلمه مين؟ على عكس لو انا معرف متغير هنا اسمه اكس، فاريبل اسمه مين؟ اكس. ده كده السكوب بتاعه مين؟
الفانكشن، عايز استخدمه بعد الفانكشن بره الفانكشن مش هتشوف. حتى اكتب له جلوبال اقول له انت مش هتشوف ده، اول سكوب بتاعه فين؟ جوه الفانكشن. في مشكله في اللي عملته ده؟ تمام؟ طيب هل فرق معاك في حاجه كده؟ لا صح؟ الدنيا شغاله زي الفل صح؟ طيب ايه رايك بقى؟ لو انا بس اسال سؤال، هو الـ هنا البوست هنا متشاف في الصفحه دي ولا لا؟ متشاف، عشان انا كده كده في الاكشن جاي له ايه؟ ان الصفحه بتاعتي مفتوحه في نفس الصفحه، فكده كده شاف مين؟ البوست، كده كده شاف مين؟ البوست. طيب لو انا خدت الفانكشن دي كده زي ما هي، خدت مين؟ الفانكشن اللي هي التعريف بس مش الاستدعاء، التعريف، خدتها كنترول اكس وزي ما تكون، مش ده كل الفانكشن؟ قلت لها كنترول اكس، فضل عنها حاجه؟ فضل ما غير ايه؟ بناديه. اللي انا عملته ده مش هو كونكت من الداتا بيس وكلام مع الداتا بيس، يبقى ملوش حد فين؟ مش هو بيروح يتكلم مع الداتا بيس ويعمل انسيرت في الداتا بيس والكلام ده كله صح؟ في الموديل. فين الموديل عندي؟ فين الموديل؟ اهو. هعمل صفحه يتكلم مع مين؟ يتكلم مع التيبل اللي اسمه بروفيت صح؟ ايه رايك لو عملت كده؟ بروفيتس موديل، او خليه كله بضغط في الموديل، خليه موديل اهو دوت مين؟ موديل دوت مين؟ موديل بيتش. المفروض كل جنرال هتعمل له ايه؟ تيبل، كل تيبل هتعمل له صفحه بروفيتس سيتي ستوري كذا، موديل دوت مين؟ بيتش. ادي الموديل بتاعي، سميته الموديل، وخدت الصفحه دي الفانكشن دي بي اتش بي كنترول في. في مشكله في كده؟ نربطها لان الصفحه دي موديل، وانت حضرتك تعالى في الكنترولر بتقول له سيف بروفنس. هو السيف بروفنس دي فانكشن، ما هي زي الفاريبل، خلي بالك. هل لما جينا نستدعي الكل مش كنا لازم نقول له انكلود؟ هو عامة الكل احنا مش هنستدعيه هنا، الكل مش هستدعي هنا، بس خليه زي ما هو. خلينا في السيف في الاول. السيف بروفنس هي موجوده هنا؟ هل موجوده هنا؟ مفيش. عشان ادي بقى هنا لازم نعمل مين؟ استدعيها. استدعيها ازاي؟ انكلود. احنا مش هنعمل انكلود. خد معايا بقى ملاحظه او ثلاث ملاحظات. في ثلاث حاجات بيعملوا نفس، انا قلت في حاجه اسمها انكلود صح؟ بس قلت لك في حاجه شبهها اسمها ريكواير. اتكلمنا عنهم ولا لا؟ ما اتكلمناش عنهم. في حاجه اسمها انكلود وريكواير. انكلود هي نفس ريكواير. الاختلاف ايه؟ انكلود لو انا عندي صفحه معينه، ادي الصفحه اهي فيها كود معين، في ايرور هنا، في مين؟ ايرور. وادي صفحه ثانيه هي اللي بتستدعيها، بتعملها انكلود، بتعمل مين؟ انكلود. بتاخد الصفحه دي تحطها زي ما هي، ويبدا تنفيذ الكود. وهنا فيها كويت كويت كويت. الكود اللي انا مستدعيه هنا كده في الحته السوداء دي، اول ما عملت له انكلود ولا حصل؟ خد الصفحه راح حط لها انكلود، لقى ايرور، عدى ونفذ بقى ايه؟ الكود. ده مين؟ ده انكلود. انكلود يعني هذا الصفحه زي ما هي، في ايرور ما فيش، راح جاب لك الايرور، وبعد ما الايرور راح كمل ايه؟ اكواير. الريكواير عكسه شويه. لو انا كاتب هنا كده مستني نفس الصفحه كده وكاتب له ريكواير، يجي ينفذ نفس الكود، راح جه عند الحته السوداء لقى في ايرور، ستوب مش هكمل ايه؟ مش هكمل ريكواير، لازم الصفحه تبقى ايه؟ ما فيهاش اي ايرور، ده فرق بين الريكواير. في حاجه اسمها انكلود وانس ريكواير وانس. انكلود وانس وريكواير وانس هما زي بعض، الاختلاف بين انكلود ومين؟ ريكواير. طب يعني ايه ريكواير وانس وانكلود وانس؟ ريكواير وانس من اسمها تعمل ريكواير واحده بس، انكلود وانس انكلود واحده بس. ما فهمتش حاجه، صلي على سؤالك. هو فين انكلود هيدر؟ مش دي؟ صح؟ دي انكلود هيدر. طب ما تيجي هنا كده، فين الهيدر؟ تعال اكتب في الهيدر اي كلمه كده، فين الهيدر؟ ماشي او هي نفسها. تعال نعمل ايه؟ انكلود مره ثانيه، مره ثالثه،
كده اعمل كام كلود؟ ثلاث مرات. اعمل ريفريش كم مره؟ بغض النظر عن الايرور اللي حصل ده عشان ده الفانكشن اللي احنا لسه ما عملناش انكلود ده الايرور اللي احنا لسه حلو. اعمل كم مره؟ ثلاثه صح؟ تعالى من كده نمسح كده واكتب انكلود بيجا اندرسكور مين. ايه اللي هيحصل؟ كنترول سي كنترول في كنترول في كم مره؟ المفروض ثلاثه زي ما انت بتقول صح؟ هو يتعمل كم مره؟ ليه؟ الكوانس يروح يتشيك يشوف الصفحه بتاعتي والله لو هي كانت جايه قبل كده مش هيعملها تاني. طب اسال سؤال؟ كم مره كده؟ على الفيو تعالى الفيو تعرض عندي يلم الداتابيس
يلم الديزاين يركب ده على ده ويروح يديه مين؟ اليوزر. كده كده ان اليوزر كده كده هيشوف الحاجه زي ما هي. بس ايه اللي بيحصل؟ البروسيس بتحصل فين؟ في الكنترول. الكنترول والله يحتاج كذا ورع جابه واحتاج حاجات من الداتابيس جابهم جمعهم على بعض راح مين كده. بالشكل اللي احنا عاملينه ده هو عامه بس ايه هو ده ممكن اخده احطه هناك في الموديل لان انا مش محتاجه هنا صح؟ بس سيبه هنا كده 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 محتاجه مش هنا محتاجه هناك لان انا محتاجه في الموديل مش محتاجه في الفيو هنا صح؟ مش انا بتكلم مع الداتابيس في الموديل فاكيد هو مستخدم هنا اهو. ودايما لما تستخدم استخدم الكلود ريكوير ريكوير. بس اسال سؤال هو انا موجود في الموديل انا اقول له اطلع بره اطلع بره بعد تخش الموديل هي هتشتغل خلي بالك. بص انا في الموديل مش انا في الموديل بقول له اطلع بره بعد تخش في مين في الموديل يعني هو كان في مكان ورحت بدات طلعته في المكان من المكان اللي هو فيه بعد كده تحته مين المكان دوت دوت. فانا مش المفروض اعمل كده فالمفروض اقول له ايه انت جنبك الصفحه فيها اسمها ايه اسمها كونف كده شغاله ولا مش شغاله. وعلى فكره لو ليك هتشتغل بره صح ولا لا؟ كنترول اس كنترول اس اعمل فيش فيش ايرور طيب ار سيف تمام. في مشكله في اللعبه ده تعال نشوف بقى ندي نظره كده الموديل في ايه الموديل في ايه كل الكلام مع داتابيس كل الكلام مع مين داتابيس الفيو في ايه اتش تي ام ال فقط الكنترولر في ايه البيتش بي اللي هو يعمل بروسيس. شوف شوف الكود بتاعك ادي يا عم معايا ماشي ده بقى هيبقى معايا زياده ها لا ما انت بس كده بسيط هيبقى الزيادات بتاعك تمام. ام بي سي هي تنظيم وليس اكتر طريقه كتابه وليس اكتر طريقه كتابه وليس ايه اكتر. على فكره لما نروح لللارافيل انتوا خدتوا لارافيل يا شباب درستوا لارافيل؟ لما نروح لارافيل هتتمتعوا جدا مش هنكتب اي حاجه مش لسه في لسه انا بقول لك قدام يعني لما نروح لارافيل التيبلز نفسها مش هتعملها التيبل نفسها مش هتعملها هتقول انا عايز اكريت تيبل كريت لك تيبل انا عايز اكريت لوجن كريت لك لوجن عايز اكريت صفحه ريجستر اكتب بس ايه اكتب بس ريجستر بس اكتب لك ريجستر عايز مش عارف ماب تجي من الداتابيز يجيب لك الماب ويرسمها لك وكذا كذا. انا عايز مثلا مش عارف رسم احصائيات وتقارير كل حاجه ماب مش هتكتب حاجه هي فريم ورك هتفيدك جدا هتساعدك جدا هتخليك الدنيا متفتحه اكتر. طيب بس لو رحت للارب من غير ما يكون في دماغك ده وفي عقليه ده مش هعرف تشتغل. سي زي كده بس تمام؟ سؤال صعب اللي احنا بنقوله النهارده؟ ساعتين؟ لا مش هنمشي بدري. انت بتسخنه. ايوه انا هاخد فيها اجازه من الشغل اصل اللي احنا خدناه كان مش معاك بس تعالى بس انا مش سيلكت ونمشي على طول سيلكتها بس سيلكت بس مش هنمشي فرقت معاك. عايزين نعرض كل المحافظات نعرض كل المحافظات نعرضها ازاي؟ سيلكت طيب انا دلوقتي مؤسس البروجكت بتاعي يعني ايه مؤسس البروجكت بتاعي؟ يعني في موديل وفي كنترول فيو خلاص بقى تشتغل تبدا من مين؟ كنترول ابدا من مين؟ كنترول اقول له ايه؟ اول بروفيس هعرض كل مين الموديل اللي عندي او كل محافظه ضد مين بيتش محتاج ايه انا محتاج ايه محتاج الهيدر بتاعتي صح اللي هي الهيدر والفوتر ففين الهيدر والفوتر كنت انا جايبهم هنا كده فين كانوا موجودين يعني صح وخلي بالك انت ممكن تروح للهيدر بس عشان انا في الفيو فين في الهيدر مش دول هما دول والموديل محتاج الموديل معايا صح واروح لمين؟ عشان انا اتكلم مع الداتابيز وافتح مين؟ كود بي اتش بي واقفل كود مين؟ بي اتش بي. طيب محتاج الفوتر فين الفوتر؟ اللي دي صح؟ بس دي الاندكس صح؟ الصفحه دي اسمها مين؟ اول بروفنس صح؟ الصفحه دي اللي هي اول بروفنس دي انا في الكنترولر اكيد ليها شكل اكيد ليها ديزاين هيبقى فين؟ في الفيو بنفس الاسم صح؟ فاكيد هي هيبقى في الفيو هنا كده صفحه اسمها مين؟ كليك يمين نيو فايل على الفيو نيو فايل اسمها مين؟ اول
صح؟ دوت مين؟ بغض النظر عن اللي بره دي، احنا دلت اللي بره دي عشان الناس ما تطلبش، دي اللي بره دي كنا نشرح فيها حاجه خالص. تمام، البروفس فيها ايه بقى؟ يبقى فيها الشكل بتاعي. عايزين نعرض كل المدن صوره المدينه بس ما عندناش باص. ماشي، صوره وتحتها اسم ايه؟ المحافظه بتاعتها او فعلا الملاحظات في ديفات كله او في تيبل الشكل اللي احنا عايزينه، ديف او تيبل او كذا. طيب ادي الشكل اللي هيتعرض. طيب ادي اتش تي ام، مش هيبقى في اتش تي ام ال خالص، هيبقى لان الاتش تي ام ال محطوطه في الهيدر وجافه الاتش تي ام ال محطوطه في مين؟ الفوطه، فهتبقى تطلع على طول. هنعمله هنا كده تيبل، تيبل بسيط خالص، والتيبل ده هيبقى تي ار، وجوه التي ار حاجه اسمها مين؟ تي دي. هقول له الاسم بتاع مين؟ النيم بتاع مين؟ بتاع المحافظه، وبعد كده الاي دي بتاعها. او الاي دي الاول تي دي، وادي مين؟ الاي دي. طيب عايزين نعرض الكلام ده، وطبعا هيبقى في تيبل تاني هيبقى موجود فيه كده، التي ار التانيه هيبقى الاي دي رقم واحد مثلا، والمحافظه مثلا الاقصر مثلا او المنيا مثلا، وهيبقى اتنين وكذا وكذا. صح؟ في مشكله في اللي انا عامله ده؟ تمام؟ طيب أيوة، بس البيانات دي مش هتبقى انا اللي كاتبها. ايوه هتبقى جايه من مين؟ من الداتابيس. الت شيفت اف ولا اي ابن رزين، الت شيفت اف مفيش. طيب هيبقى البيانات دي انا اللي جايبها من الداتابيس. صح؟ طيب يعني التيبل ده هيبقى سائل، التي ار ده هيبقى موجود، التي ار ده هيبقى موجود، بس التي ار ده هيبقى مش موجود، مش عارف لسه، مش عارف هو جاي منين. فده هو ده اللي جاي من الداتابيس، وممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقوا ثلاثه، ممكن يبقوا 10، بس اللي فوق ده ده ثابت. انا هسمي الاولاني تي اتش، الاولاني ده اي تي اتش عشان ده اللي هو تي اتش اللي هو التيبل هيدر العنوان بتاعي. في مشكله في كده؟ وادي له كلاس من البوت ستراب اسمه تيبل. بس في مشكله في كده؟ تعال افتح الصفحه دي، افتح الصفحه من خلال مين؟ كنترولر. صح؟ طيب اسم الصفحه اسمها ايه؟ اول بروفايلز. كليك يمين، رينيم، كنترول اس، كنترول في. تعالى كده روح على مين؟ البروفايلز. المفروض اساسا يبقى لها لينك في لينك في مين؟ ما يبين هنا حتى لها لينك اهو، سمينا بنفس الاسم الجديد. تمام؟ تقوم تروح للاندكس، البروفايلز تروح لمين؟ في اي حاجه؟ عايز اعرض كل مين؟ البروفايلز. عشان نعرض كل بروفايلز هنعمل كام خطوه؟ هو فين التيبل اللي انت رسمته؟ التيبل اللي انا رسمته فين؟ هو فين التيبل صح؟ ما هو مش موجود كده، بس جواه حاجه اسمه اول بروفايلز. فين التيبل؟ في الفيو. طيب فيو كان بفوق، ما انا مش عامل انكلود، مش عامل انكلود للصفحه. المفروض اعمل انكلود لمين؟ الصفحة اللي هي الفيو. اقول له مين؟ انكلود فيو. بس الصفحة اسمها مين؟ اول بروفايلز. ريفريش، ادي التيبل. في مشكلة في كده؟ التيبل بقى عايز يجيب البيانات من الداتابيس. كم خطوة؟ اللي هم مين؟ كونكشن. الحمد لله معمولة، مش عاملها تاني. تاني خطوة؟ الاستيميت. تالت خطوة؟ تنفيذ. رابع خطوة؟ النتيجة. فين اللي احنا شغالين فيها؟ اول بروفايلز. صح؟ ليه دي؟ في الكنترولر. اول خطوه الكونكشن، هو موجود في الموديل كونكشن. علي بيقول لك في الموديل اعملها. تمام؟ بس انك هتعملها في فانكشن بقى علشان ترجع النتيجه اللي انت عايزها. صح؟ طيب انا اعملها، انا حابب ان انا اعملها هنا. صح؟ انا عايز مين؟ انا الهيدر بس، انا عايز مين؟ الكونكشن. عايز مين؟ الكونكشن. الكونكشن موجود فين؟ في الموديل. ازاي اعمل له انكلود؟ وهنعمل له انكلود ريكواير اساسا. انكلود ريكواير وانس. اسمه ايه؟ اطلع بره، روح للموديل، هات لي مين؟ هات لي مين؟ الكونفج دوت اتش بي. في مشكله في كده؟ كده معايا مين؟ معايا الكونفج كده شغال. تمام كده؟ معايا الكونفج دوت. صح؟ معايا الكون. اول خطوه اتعملت كده، اتعملت اول خطوه اللي هي الكونكشن، اللي هي اتكلم مع الداتابيز، وموجودين في متغير اسمه مين؟ كون. موجودين في متغير اسمه مين؟ كون. دليلك احنا عارفين حاجه اسمها فار دام. صح؟ تعمل ايه الفار دام؟ هتعرفها؟ بتديك شكل الحاجه في الرامه. فار دام بتديك شكل الحاجه في الرامه. طيب هي بتديك الفاريبل ده هو جواه ايه؟
شفت ده كله موجود في مين؟ في الكون ده. الكون بيقول لك بص والله الكون ده الافكت درو هو زيرو. عارف لما تكون انت لسه داخل حاجه دلوقتي بيقول لك ان هو واحد مثلا او اتنين الكذا كذا كذا، والستيتس بتاعته تبقى كونكتد. كل الحاجات دي موجوده في مين؟ في الكون. ماشي. طيب بالنسبه لمين ده؟ بالنسبه لمين؟ للكون. يعني الكون معايا، عايز اقول لك الفاريبل الكون ان هو معايا، هو مش فاريبل سترينج، ده اوبجكت مش تبقى عارف. طيب الكون ده بقى معايا. تاني خطوه الاستيتمنت، صح؟ تاني خطوه الاستيتمنت. عايز سيلكت كل البروفيس، يا ترى ازاي؟ كليك يمين سيلكت الجمله دي، حد محترض عليها؟ طبعا ما اكتبش اسم الداتابيس قبلها، هي اسم البروف التيبل خلاص. كليك يمين سيلكت اسك فروم مين؟ ايه ده سهله خالص، يعني ده الاستيتمنت؟ اقول لك ادي الاستيتمنت، ادي الاستيتمنت. مثال خلصنا الاستيتمنت. تاني خطوه، تالت خطوه قصدي التنفيذ. اسمها مين؟ ماي اس كيو ال اي اندر، اكتب ماي اس كيو ال بس دلوقتي اي هيسمى مين؟ كوي. بياخد مني مين؟ بياخد مني حاجتين بس انا شغال ايه؟ امبروف. بياخد مني حاجتين، الحاجه الاولى مين؟ الكون، اللينك اللي هو الكون، تمام؟ بياخد مني مين؟ الجمله اللي عايز انفذها اللي هي مين؟ في مشكله كده؟ ثالث خطوه الريزلت، صح كده؟ ثالث خطوه النتيجه. اي رايك لو حطينا ده في متغير اسمه كويري؟ ده الكويري اللي هتتنفس، ده الكويري اللي مين؟ اللي هيتنفس، صح كده؟ ده الكويري اللي اتنفس. عايز النتيجه، النتيجه المره دي انا انا متخيل كويري برضه بس بالفيو. لا ده انا مسميها يا عم اسمها كيو، انا مسميها كيو بس او اي حاجه اختصار للكيو كويري. يعني ده الاستعلام اللي اتنفس، ده الاستعلام راح اتنفس. اسال سؤال، النتيجه بتاعتي لا اما ايرور لا اما كانت ايه؟ في الانسيرت يقول لي وان رو افكتد، صح؟ لكن في السيلكتد بقى بتاع كده كده سيلكت، انا متصدر النتيجه دي كلها، دي كلها النتيجه بتاعتي. بص ده الريزلت بتاعي ده كله، ده الجدول ده كله الريزلت ده، انا محتاج اعرف ده. طيب لو انا ايرور عندي اكسكيوت، انا محتاج اعرض الايرور ده بقى، يبقى احنا عندنا النتيجه عندنا مختلفه. انا مش مستني اقول له تم الحفظ ولا لم يتم الحفظ، انا مستني تيبل يظهر، مستني داتا اعرضها، صح ولا لا؟ فرحت قلت له ايه؟ يعني الكيو دي راجعه اللي هي السورس الاستعلام اللي نفس ده راجع ومعاه حاجات كتيره، راجع ومعاه تيبل، راجع ومعاه مين؟ مع تيبل. قال لك علشان تعرضه لازم في البيتش بي هو راجع كتيبل، والتيبل ده عباره عن اوبجكت، عباره عن مين؟ اوبجكت. تعالى اعمل له كده فار دمب، فار مين؟ فار دمب مين؟ للكيو. شوف شكله ازاي الفيش، بيقول لي ادي اللهم يسر الامر، ادي الكويري اللي راجع، بيقول لي هو عباره عن اوبجكت، عباره عن مين؟ اوبجكت. الكرنت فيلد، الفيلد كاونت اللي هو عدد الفيلد موجودين فيه اثنين، ايه الفيلد ده؟ بيقول لي والله انت عندك الجدول اللي راجع ده هو ما فيهوش غير بروفنس اي دي وبروفنس نيم. قلت له ماشي، يعني ده الفيلد اللي راجع، عدد الفيلد كام؟ اثنين. واللي انت دلوقتي واقف عليه لسه انا واقف على رقم زيرو. خلي بالك الاندكس بيبدا من زيرو، زيرو، واحد، اثنين، زي الاريه. انا واقف على الزيرو، يعني واقف على الزيرو، يعني انا والله عندي الاوبجكت اهو واقف لك هنا مستنيك، انا هنا بص انا مستنيك عند المنيو اول واحد، انا لسه مستنى، خلاص مستنى اعد معاك همشي عليهم واحده واحده، واقف عند اول واحد، عند رقم واحد. قلت له ماشي، يبقى اول واحد هو واقف عند اول واحد فيهم، وهو عددهم كام؟ الفيلد اللي موجودين كام؟ قصدي الفيلد، عشان هو عددهم بيفرق، عددهم اهو عدد اسمه رو، بنسمي يا شباب في التيبل في الداتابيس بنسمي ده اسمه فيلد، اما اللي هم تحت دول اللي هم دول كده ده كده رو، ده رو، ده رو، ده رو، ده رو، اما اللي هو افق ده اللي هو مين؟ فيلد، اللي هو الانتيتي اللي بيتفرع منه حواليه اتريبيوت،
الاتريبيوت بنسميه فيلد، اما البيانات اللي بتدخل هي رو. تمام، كم رو؟ بيقول لي والله هم 14. فعلا لو عديت دول هتلاقيهم 14، بغض النظر هتلاقي في 2 ممسوح، 3 ممسوح، اللي هم عددهم كام؟ حتى تحت بيقول لي 14 ليه؟ 14 رو. قلت له ماشي، فين يعني؟ كمل معاه. يبقى هنا الكارنت فيلد لو جبت لك عند اول واحد الفيلد كاونت، هو عندي 2 فيلد. الرو النمبر رو هم عددهم كام؟ 14. طيب البابليك لسه هو ايه؟ تمام؟ في مشكله في العدد؟ انا محتاج بقى اعرض مين؟ ال 14. محتاج اعرض مين؟ ال 14. بيقول لك ده اوبجكت. اعرضهم ازاي؟ فقال لك علشان في البي اتش بي الدنيا سهله في العرض في الاري، فقال لك احنا عايزين نحول اللي هو الاوبجكت ده لاري. احول مين؟ وانا لو معايا اري عايز اعرضه بتعمل عليه ايه؟ ايكو. ايه رايك؟ بنلف عليه. بنلف عليه ازاي؟ بفور اتش او فور او واي او دو واي، صح؟ لو معانا اري. طيب احنا دلوقتي احنا معانا اوبجكت عايز احوله لاري، عايز احوله لايه؟ هو لو ال 14 دول يتحول لاري هعرف اتعامل معاهم. لو انت عايز تتعامل، لو انت حولتهم لاري هتعرف تعرضهم. انت هتعرف تحولهم لمين؟ قال لك اصل دول عباره عن اوبجكت، فالاوبجكت ده رو 2 3 4 14 كام؟ فاكتار. فهم ايه؟ فهم اكتار. فانت محتاج ان انت تحول 14 دول كلهم لمين؟ لاري واحد. قال لك بص انا هديك فانكشن جاهز. الفانكشن دي سهله جدا. مالها الفانكشن دي؟ الفانكشن دي انا مش هعمل لك ال 14 كلهم مره واحده، انا هعمل لك واحد واحد. مش هم 14؟ هم 14. قلت لي اكتب كده ماي اس كيو ال اي اندرسكور فيتش اري. فيتش مين؟ واديني الاوبجكت اللي انت عايز تحوله لاري. هو الاوبجكت اسمه ايه انا عندي؟ اللي هو لا انا مسميه عندي ايه؟ اللي انا عامله فار دامب ده اسمه ايه؟ الكيو. قال لي اديني الاوبجكت اللي انت عايز تحوله. رحت اسمه بس سهله صعبه. ماي سيكوال فيتش اري هتاخد الاوبجكت ده تحوله لمين؟ لاري. في مشكله في كده؟ بس الاري هيبقى اسوشيت فين؟ اري. انا عايز اوصل للبروفنس نيم. خلاص هتقول له ايه؟ اسم الاري ده هتستخدم بروف متغير، هتستخدم بروف متغير اسمه مثلا اكس. اسمه مين؟ اكس. عايز اطبع النيم. اكس اوف بروفنس نيم. طب انا عايز اطبع الاي دي اكس اوف مين؟ بروفنس اي اللي هي اسوشيتيف اري اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. عرفت الاسوشيتيف اري جت اهميته هنا ولا لا؟ اللي كان بيسال على اري في جافا سكريبت شفت من انت من انت. طيب طيب في مشكله في الموضوع ده؟ طيب طيب اتحول كده صح؟ طب تعالى نجرب كده. يبقى انا محتاج اعمل ايه يا علي؟ الفانكشن الجاهزه اسمها مين؟ ماي اس كيو اي اندرسكور فيتش اري. هي طبعا مش هتلاقيها عشان الكونكشن. ماي سيكوال اندرسكور فيتش مين؟ اري. ادي لحد ما نشوف الاكستنشن بتاعتنا اللي مش هتستخدم. ادي ماي سيكوال فيتش مين؟ اري. فانكشن جاهزه صح؟ بيقول اديني الاوبجكت اللي انت عايز تحوله. قلت له هو مين؟ الكيو. بس انا شغال مين؟ كده هياخد الكيو يروح يحولها لمين؟ لاري. طيب اسال سؤال، هو انا عملت كده خدته في متغير اسمه اكس، اصبح الاكس دي هو مين؟ لا الاري. الاري نفسه. انا عايز اطبع منه مين؟ انا عايز اطبع منه كذا، فاقول له مين؟ ايكو. خلينا ايكو دلوقتي. اكس اوف مين بقى؟ اوف مين بقى؟ عايز اطبع الاي دي. ما انا عارف ان احنا الكلام ده في الفيو، بس انا بقى بس من 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 حاكي الموضوع يعني. هو معترض على ايه؟ السيمي كول. معترض على مين؟ في مشكله في العلاقه ده؟ ايوه هنعمل في مشكله في كده؟ طيب عملت كده كنترول اس اعمل ريفريش. طبعا لمين؟ المنيا. سيبك من الجدول او فار دامب. حوش فار دامب بقى. حوش فين فار دامب؟ اهو اعمل لك كومنت حتى.
طبع مين؟ واحد وجنبه مين؟ المين. حلو كده؟ انا عايز اطبعهم كلهم. فانت كنت هتعمل ايه؟ هتضطر ان انت تعمل كده. خلاص ماي سيكوال فيتش اري وايه كوبريفرس، هل ده معقول؟ رايح اجيب لك ايه؟ اللي بعديه ثلاثة الاسكندرية لو عملت ماي سيكوال فيتش اري هكذا. لا انا مش عايز كده، انا عايز ايه؟ لو صح؟ طب انا ما اعرفش عددهم كام. هو لو لو كنت قلت له من زيرو لواحد ماشي، من زيرو لاثنين ماشي، فانا مش عارف. ما هو انا مش معايا هم عشان تطفور اتش على مين؟ تطفور اتش على مين؟ ما انا مش معايا حاجه اطفور اتش عليها. انا عارف لو معايا الري اعرف افتش اعرف الف عليه، اعرف اقول له فور اتش على مين. اصل فور اتش الاكس دي انت هتفتكر الاكس دي بتعمل ايه؟ بياخد اول واحد بس بس عشان تبقى ده لا ميزه ولا عيب. الميزه بتاعتها ان هي انا واقف عند الكارد، انا واقف عند اول واحد. فانت قلت لي اللي هو الواحد، فاكرين لما كنت عامل برضه بيقول لي انا واقف عند الواحد، اول ما تقول له ماي سيكوال فيتش اري يمسك اول رو يروح يحول الاري. برضه قلت له ماي سيكوال فيتش اري يروح ياخد يحول لمين؟ اصبح الاري ده وقت اللي معايا اري ما فيهوش غير رو واحد. تقول له ماي سيكوال فيتش اري يروح يعملها لك تاني. ما انا عايز ده ده العيب. طب الميزه؟ قال لك بص الميزه لو انت كده قلت ماي اس كيو ال اي فيتش اري واعطيته الكيو، الميزه هنا بقى لو جيت قلت له ماي سيكوال فيتش اري للكيو تاني تحتها على طول، انا كنت واقف عند رقم زيرو. اول ما تقول له ماي سيكوال فيتش اري انزلك رقم كام؟ لما تقول له ماي سيكوال فيتش اري انزلك رقم كام؟ اثنين. هكذا 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 هكذا. وانا وخلي بالك وبعد ما تخلص ال 14 برجع لك كلمه اسمها فولس. برجع لك مين؟ يبقى اول مره يرجع قيمه، ثاني مره قيمه، ثالث مره قيمه، رابع قيمه، خمس مرات. اول ما يخلصوا بخلص يرجع مين؟ فولس. يرجع مين؟ فولس. طب قلت له طب ما انا ممكن اعمل الحوار ده بطريقه معينه. ازاي؟ معلش بيرجع بيرجع نل نل بيرجع نقطة، تمام؟ بيرجع فار، مفيش حاجة، تمام؟ طيب، أسأل سؤال، إحنا كنا واخدين فور وهوايت وده هوايت وفور اتش، ده اللوب صح؟ كنا بنقول هنا هوايت اديله شرط، نديله مين؟ شرط، يعني ترجع تروح فولس فولس صح؟ فولس، اديله مين؟ شرط صح؟ هوايت اديله مين؟ شرط. الشرط ده جوه هواي امتى يخش؟ لو الشرط ده اتحقق. لو الشرط ده اتحقق امتى ما يخش جوه هواي؟ لو الشرط غلط. لو الشرط فولس يبقى امتى يخش هنا؟ لو الشرط ده ترو. انا قلت لك ان ماي سيكوال فيتش اري ليها ميزه ان هي بتقف على اول اندكس اللي هو الاولاني. لو انت كتبتها تاني تنزل. لو انت كتبتها تالت امتى؟ اول ما تخلصوا خلاص توصل عند ال 14 اللي هم خلصوا قدامنا ده بترجع كلمه مين؟ فولس. ارايك لو انا حطيتها في واي هنا اقول له هنا كده ماي اس كيو ال اي اندرسكور فيتش اري كيو، ايه اللي هيحصل؟ طول ما الامر ده شغال بيرجع ترو هيخش صح؟ اول مره يرجع بياناته مرجع معاها ترو، مرجع بياناته مرجع معاها ايه؟ ترو. هروح انفذ الكود اللي هنا فور هترجع هواي اللي هترجع هواي ليه؟ هتنفذ الشرط. الشرط اخش على رقم 2 هرجع ترو ولا فولس؟ ترو. رقم 3 ترو. رقم 4 5 لما يوصل لحد 14 بعد ال 14 لما يخش على 14 فولس قال لك ايه يحصل؟ ماشي يطلع بره الهواي خالص. يبقى انا استغليت الموضوع ده في فانا قلت له بص بدل ما اكررهم مع نفسي كده اروح مسح ده. مش هو ده اللي عايزين نشغله؟ الكود ده اللي احنا عايزين نشغله صح؟ نكرره 50 مره 60 مره على حسب عددهم، هم عددهم نقطه 14. قلت له بس تعالى كده حط الشرط ده في هواي جوه مين؟ هواي بتاخد مني شرط. ايه الشرط بتاعي؟ اقول له ايه؟
واي بتاخد مني شط. الشنط بتاعي اقول له ايه؟ ماي سيكوال فيتش مين؟ اري. حش السيمكولا دي قلت له ماي سيكوال اي فيتش اري ورحت استقبلتها في متغير. خلي بالك اول ما تجيب بيانات هيبصل مين؟ للاكس. الاكس هيبقى فيه البيانات دلوقتي. لو ترو هيخرج جوه الواي، لو فولس هيطلع بره مين؟ قلت له خلاص يبقى انا دلوقتي الاكس جواه بيانات، لو لقى بيانات صح؟ اقول له خلاص تعالى هنا كده وحط لي ده. حد اساله سؤال بقى، بس تعالى اعمل ايكو بي ار كده. ايكو مين؟ ايكو مين؟ اتش ار حتى كده ولا حاجه. ايه اتش ار دي؟ عشان بعد ما يطلع واحد تعالى كده. اول مره انا واقف عند الاول صح؟ واقف عند اول واحد قلت له ماي سيكوال في الشقري. ايه اللي هيحصل؟ هياخد الرو ويحطه في مين؟ في اكس. هيرجع ترو هيطبع ولا لا؟ رقم اثنين نفس الكلام هيطبع ولا لا؟ لحد ما يوصل ل 14 هيطبع 14. اول ما اخش على 15 طبعته ما طبعتهمش. طيب فاهم انت مالي يا حسام ولا ايه؟ طيب كنترول اس شمال لورا. طيب ماشي اعمل ريفريش. حتى لو عندك المعلومه يعني حاولوا ان انتوا تثبتوها. اعمل ايه؟ طبع واحد المية ثلاثة فريش. عايزين نطبعهم في تيبل زي اللي هم يقول انا عايز بقى ارجع الكلام ده في تيبل. هم فين؟ يبقى الطباعه دي تتحط فين بقى؟ الطباعه دي في الفيو. فانا اخد ده مش ده الطباعه؟ اروح واخد ده كده اقول كنترول اكس مش هنا في الفيو هنا انكلود الفيو وراح عندهم. فين التيبل؟ اهو انا عايز اطبعهم هنا صح؟ انا عايز اطبعهم هنا. حط الهوايل بتاعتك هنا، بس الهوايل لازم جوه مين؟ بي اتش بي وقفله مين؟ صح كده؟ بس احنا لازم نعمل كونكاتينيت كونكاتينيت عشان نعمل نفس من تي ار ونعمل الكلام ده صح؟ انا اعملها لكم وبعد كده اقول لك غير الكلام ده ونعمل الطريقه السهله اللي هي بتاع الطباعه اللي احنا عارفينها. هقول له هوايل تعالى كده عايز ارسم تي ار ده اللي احنا هنطبعه صح؟ عايز ارسم تي ار اللي هو اتطبع فيه، فاكيد التي ار فين؟ هنا كده صح؟ اقول له ايكو تي ار وقفله التي ار تبقى فين؟ تحت خالص صح؟ سيبك من الاتش ار ده هتبقى فين؟ تحت خالص. قفله مين؟ التي ار. طيب اسال سؤال، هو الكلام ده بيتطبع في ايه؟ تي دي. مش احنا بنطبع في تي دي؟ فاقول له مين؟ افتح لي تي دي هنا واقفل لي تي دي ايه؟ في الاخر خالص ويكون كتنين. هقول له هنا فتحه التي دي وقفله التي دي هتبقى فين؟ هتبقى في الاخر خالص كده كونكاتينيت. اقول له مين؟ قفله مين؟ التي دي. طبعا في كونكاتينيت هنا كده اللي هو الضد ده صح كده؟ بنفس الطريقه تي دي بنفس الطريقه كده. اقول له مين؟ اطبع لي مين؟ البروفنس مين؟ اي دي هو الاي دي الاولاني، بعد كده مين؟ النيم. احنا محتاجين دي؟ لا. طيب ايه اللي عملته كده؟ انا رسمت اول تيب تي ار وقفلت مين؟ تي ار. اسال سؤال، الكلام ده يتنفذ كل لفه صح؟ مش كل لفه اروح يرسم تي ار ويقفل تي ار ويحط جواها مين؟ تي دي مين تي دي؟ اللفه اللي بعدها هيرسم تي ار وقفلت مين؟ تي ار وهكذا 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 صح؟ كنترول اس اعمل فيش بيقول لي ايه؟ فين ده؟ مفيش فين ده 25؟ في سيمي كولن. ما تنساش السيمي كولن يا عم. ماشي اعمل ايه؟ ارسم لي ايه؟ الاي دي بين كذا كذا صار تمام؟ ماشي في مشكله في اللي عملته ده؟ طيب ده اللي هو الكونكاتينيت اللي احنا كلنا عارفينه. طيب احنا خدنا قبل كده لما يجي نطبع نعمل ايكو صح؟ اللي بدل ايكو نعمل اللي هي فتحه العلامه دي وقفل دي صح؟ بتسهل لي الدنيا. طب ممكن تسهل لي الدنيا في هنا؟ لا لا ده الدنيا سهله خالص. صلى على سلم اعمل كومنت للكلام اللي انت كاتبه ده كله. ده سيبك من الكلام اللي انت كاتبه ده. هو مش عارف كومنت ليه؟ عشان في باك جامب انت اللي كومنت. تعالى اكتب كود البي اتش بي بتاعنا بقى. او امسحه لك ولا ايه؟ طيب سيبك من الكلام ده كله. تعالى اعمل مين؟ هوايل. مش انت كنت بتعمل هوايل؟
ادي فتحه البيتش انا جوه البيتش 100 اهو صح؟ نعمل كومنت بقى حوش دول عشان حتى مش موجودين خالص هنا. عايز اعمل لهم كومنت. طيب نعم خلاص مش مشكله مش مشكله بالنسبه لي. ادي القفله بتاعتهم اهي. تعالى اطلع بره خالص اهو براهم خالص. تعالى نفتح مين؟ فتحه مين؟ البيتش 100 واكتب له مين؟ هواي. هواي مين بقى؟ نفس الشرط بالظبط. ما انا مش الفكره معايا الشرط، ادي الشرط زي ما هو بالظبط اهو. ريزيت كنترول سي ادي هواي. في مشكله في كده؟ وتعالى هنا كده اكفل له قفله مين؟ البيتش. قفلت قفله البيتش انت كده بقيت في مود مين؟ في مود مين؟ ال اتش تي ام ال. اكتب بقى الكود اتش تي ام ال بتاعك. قلت له ادي ال اتش تي ام ال، ادي تي ار، انا عايز ارسم هنا ايه؟ تي ار. جوه التي ار عايز ارسم مين؟ تي دي. جوه التي دي عايز اكتب مين؟ تي دي ثانيه، صح كده؟ ها؟ وعايز اكتب هنا الكود اللي انا عايز اكتبه، هو اكس صح؟ صح؟ هو بقى اكس؟ اهو بي اتش بي. انا عايز اطبع هنا، احنا بنطبع ازاي؟ اقول له بي اتش بي يساوي قفله مين؟ بس فين اللي كنت بتطبعها؟ مش هي دي؟ بس. وعايز مين تاني؟ البرونس مين؟ بس جوه مين؟ جوه مين؟ جوه بي اتش بي، علامة البي اتش بي يساوي قفلة مين؟ البي اتش بي. مش كده أسهل؟ تعالى كده لسه هكفل قفلة هواي دلوقتي. تعالى كده أدي تي أر، أدي تي أر وقفلة تي أر، ده اتش تي ام ال عادي ولا قفلة تيبل، وعايز يرسم عايز يعمل اللي يكتب اللي يكتبه براحته خالص صح؟ كده مش 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 حاسس إن أنت بتكتب اتش بي أساسا، أنت حاسس إن أنت بتكتب مين؟ اتش تي ام ال اللفظة دي ولا دي؟ طب انت بتعرف تكتب دي ولا دي؟ براحتك بقى، عايز تشتغل دي ولا اشتغل، عايز تشتغل دي ولا اشتغل. ده بالنسبه للكونكاتيه اللي احنا بنشتغل بيه، وده بالنسبه لمين؟ لو انا عايز اريح نفسي. في مشكله في كده؟ طيب انا محتاجك في مين؟ هواي. فالكلام ده الشورت كات ده للطباعه فقط، لان انا عايز اقول له ايه ده هواي، فلازم اكتب له مين؟ بي اتش بي، واكتب له كلمه مين؟ اند هواي. اند مين؟ هواي. بس في حاجتين تاخد بالك منهم، تيجي هنا تعمل سيمي كولون وتقفل بي اتش بي، وتيجي هنا بس تعمل مين؟ نقطة زين. لو نقطة زين دول بمثابة مش الهواي اللي المفروض لها فتحة ولا قفلة؟ فأنت بتعمل دي بدلها، بديل ليه؟ وإند هواي بس بتكتبها كلمة إند هواي بدل ما تقفل الكوسة. في مشكلة في كده؟ على عكس بص التانية دي كنت بتفتح مين؟ هواي وتقفل مين؟ هواي. في ناس تاني بتشتغل بطريقة تانية غير كده، تعمل لك ايه؟ بص تكتب الكود ده وتفتح الفتحه دي وتقفل قفله البي اتش بي، ترجع لمود مين؟ اتش تي ام ال. ها وفي الاخر تفتح فتحه البي اتش بي وقفل ليش عشان تفتح مين؟ تقفل دي. براحتك براحتك. فاهم القصد اللي انا عايز اعمله؟ يعني هو بيكتبهم على على اكتر من فتحه وقفله. براحتك. انا شايف اسلم طريقه وافضل طريقه دي. صح؟ وهي سهله حتى ولا صعبه؟ طيب كنترول اس كنترول ريفريش مفيش اي اختلاف، هي هي زي دي مش هتحس باي حاجه. في مشكله؟ طيب النهارده او بكره حبيت ان انت ما تعرضهمش في تيم، قلت انا عايز اعرضهم في مين؟ في ديف مثلا. الموقع بتاعك مثلا في البوت ستراب بتاعنا، البوت ستراب كان في ديفايس اسمها كارد، كارد هنا ما تعرفش فين، اللي هي كانت الصوره وتحتها الكارد هي فين؟ في الكومبوننت فين؟ في اول صفحه هتلاقيها اسمها كارد. ايوه هتلاقيها في ال في اول بدايه الجافا سكريبت. كارد 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 كنت في الكومبوننت كارت. هاي اسمها كارت. غالبا اللي انت هتطلع عليها يعني اهو. ما
ده مش لاقيين الكارد بتاعتنا، هناخد دي كده مثلا، انا عايز المحافظه هنا البوفنس هنا، عايز اعرضهم في الشكل ده مثلا، ده الشكل العادي صح؟ ايوه هذه الكارد بتاعتي، هي دي اللي كنت عايزها صح؟ طيب مثلا فرضا ده منتج عايز اعرضه او محافظه او اي كذا، او الشكل اللي انا كنت جايبه مفيش مشكله فيه، عايز اعرض كل واحده بالشكل ده تمام. طيب هتاخد ال HTML بتاعتها زي ما هي معروضه اهي، كنترول سي سواء الشكل ده او الشكل اللي فوق، تعال نحطه هنا كده تحت التيبل، ده اللي انا عايز الف عليه صح. اسم المحافظه عايز اكتبه هنا، هو ده اللي عايز يلف يومي الهوايل صح. تعال كده بس كومنت دول، مش دول اللي بيلفوا معايا صح. كنترول اكس، تعالى هنا جوه الكلمه، الكلمه اللي انا مسحتها كانت هنا اللي كانت فين، كانت اتش 3 صح. طيب انا عايز هنا الف على الحاجه دي تبقى مكتوبه جوه اتش 3، يعني مش هرسم جوه التي دي تي ار ولا جوه التي دي. امسح ده كله، امسح ده كده، امسح امسح، عايز اعرضهم في مين، في الشكل القاعده اللي انا عايزه صح. كانوا المفروض موجودين في مين، في اتش 3 دي صح. فامسك اتش 3 دي، الفتحه بتاعتها تبقى في الاول والجافة بتاعتها تبقى في الاخر صح. فاجي هنا كده معلش كده شباب معلش، خلينا كده، ده اللي هيتلف معايا صح، ده اللي هيلف معايا صح. طيب يعني الكود ده هيتكرر كل مره، ادام هو يتكرر كل مره يبقى زي ما هو يتحط جو مين، جو الهواي، جو مين، جو الهواي. هاخد ده كده كات بس من غير رو، لان رو مش بتتكرر، ده الرو ده اللي هو مين الصف، ودي جافه مين الرو، ده اللي هيتكرر معايا، ده اللي هيتكرر مين معايا، هو اللي طبع جوه مين، جوه هواي صح كده. بس وهيبقى كله موجود جوه مين، جوه الرو، مش الرو هو اللي يبقى شاملهم كلهم. في مشكله في العرض ده، بس انا عايز في اتش 1 يطبع القيمه، خدهم كده كنترول اكس حطهم جوه مين، اتش 3 دي اللي هي قفل اتش 3 وفتح اتش 3 ال تفر ده كنترول اس نعدلها بس ما اتقفلت. ايه اللي حصل؟ قلنا بالشكل اللي هو ده، طبعا بغض النظر عن الصور مفيش صور تمام، الصور بتاع يبقى انا عملت ايه، شفت هنا عايز اكرر ايه، وبدات ان انا احطه جوه مين؟ جوه عيد. لما كنت عايز اعملهم في التيبل فكررتهم جوه مين؟ جوه التيبل. انا عايز اعرضهم في الديفاي دي، فخدت الديفاي دي حطيته جوه هواي، عايز تطبع الكلام فين؟ انا عايز اطبع الكلام في جوه الحته دي. فخدت الكلام اللي هيتطبع ويتكرر. فين الصوره اللي بالشهاده تطلع؟ اللي هي ايمج، فين ايمج؟ حد يربط معايا ايمج؟ اهي. انا هعرض لهم صوره مثلا معينه، في عندنا صور؟ لا، عندنا الفايل لكن ما عندناش ملف صور. فيش ولا في ملف صور اهو؟ في ملف صور المفروض بارتك ولا صورة في أي محاضرة؟ لا لا لا، في محاضرات تقريبا 24 كده، 24 25 أيوة. فرضا دي الصورة بتاع المنتج بتاعنا أهي تمام؟ أحطها فين؟ فولدر اسمه إيه؟ فولدر اسمه إيمج، إيمج يطلع كده، فولدر اسمه مين؟ إيمجز، اسم الصورة لوجو كنترول A كنترول C، اقول له ادخل جوه فولدر اسمه ايمج صح؟ اخرج اخرج بره سلاش ايمجز ايمجز سلاش لوجو. المشكله ان احنا في الايمجز هتنزل بالحجم الطاير بتاعها، فانا اقول له الويتس كام؟ 100%. تاخد حجم الاب اللي موجوده هي ايه؟ جوه الشكل ده. طبعا بغض النظر اللي احنا بنعمله ده حاجه يعني ساعه وجنبها المية خلاص، في اي حاجه كده تمام. طيب نستوب لحد هنا.